أنا أبو جميل من ريف إدلب الجنوبي من قرية كفر سجنة. بعد نزوحنا من بلادنا ضاقت فينا الأحوال وصارت المعيشة غالي ما نحسن نأمنها بالهين. جرة الغاز صارت مصيبة لما بتخلص. والحاجة أم الاختراع. نتيجة الحاجة وضيق الأحوال المادية اضطرينا نشتغل موقد الطاقة الشمسية. هذا الموقد بيساعد على تسخين المي، على طبخ الطبخة الماهي مستعجلي. الواحد بيحسن يستفيد منه بهيك أمور مشان يوفر الغاز. البابور كمان بده وقود، والوقود كله غالي، والحطب ما هو متوفر لأنه نحن هون بمنطقة جبلية صخرية. اضطرينا نستعين فيه مشان نمشي أمورنا ونستعين فيه على قضاء حوائجنا. مبدأه يقوم على تجميع الطاقة الشمسية في محرق واحد. كل قطعة شمسية بتعكس باتجاه شكل. القطع المرايا ملصقة على الدش. الدش بطبيعته في له محرق بيجمع الأشعة في مكان واحد. لما بتجتمع الأشعة في مكان واحد بصير قوة الطاقة الشمسية كبيرة إذا اجتمعت. ممكن بهالنقطة هاي تنتج حرارة كافية للتسخين وللطبخ. هاي شغلة بالشمس، إن نحن بنستفيد منها مثلا من العشرة أو من التسعة للأربعة. بعد الأربعة أصلا الشمس ما بتعود توصلنا من الحيطان، وطبيعته بتضعف الانعكاس بعد الأربعة. بالليل ما في شمس، بالليل جبال، إذا بدك شيء بدك تسخن الغاز، بس بقى جرة الغاز بتقيم معنا أطول بوجوده. بحب أضيف أنه نحن بجوز ما كلفنا كتير لأنه القطع ما هي أصلية، هل هاد جبناه من الخرضة. يعني لو واحد جايبه صحن جديد كان أعطانا كفاءة أكبر، وبجوز كان يعني صار شغله أكوس، يعني كان بيعطي بجودة الغاز تقريبا. هلا هذا لانه عتيق عم يعطي ضياعات شوي، في مرايا عم تنعكس بتضيع الضوء. يلا على السفره.